الأحلام من غير هدف هتفضل أحلام، ولكن الأحلام بهدف واضح قدام عينيك وصريح هي دي اللي هتبقى حقيقة. والعلم أو الدراسة ما هو إلا وسيلة لتحقيق الغاية ولكن ليست الغاية. وياما ناس كتير جدا كانوا ناجحين في الحياة العملية وفاشلين دراسيا، وناس كتير جدا كانوا ناجحين دراسيا ولكن فاشلين في الحياة العملية. لو انت كنت من دحيحة الثانوية العامة زي حالاتي، واول ما دخلت الكلية حسيت انك انت فقدت الشغف بتاعك للمذاكرة، لو انت بتقعد تذاكر بتحس ان انت عايز تنام وملان ومخك قفل، لو انت اصلا ما بتقدرش تقعد عن المذاكرة، فالحلقة دي علشانك. قهوتك اللذيذة وخليكم معايا شباب لحد الاخر. اهلا بيكم يا شباب، معاكم محمود التجباني، واللي ما يعرفنيش انا مصري حاصل على ليسانس ألسن مقيم في المانيا، وبعمل فلوجز وبدرس اللغة الألمانية. فلو انت مش متابعني ياريت تعمل اشتراك على القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ يا شباب، ما نضيعش وقت. اولا، ازاي تشجع نفسك على المذاكرة وايه الاجواء اللي مطلوبة علشان تحقق هدفك من المذاكرة وتقدر ان انت تذاكر. اولا التليفون، لازم تليفونك في البداية لو انت ما بتعرفش تذاكر، لو انت ما بتعرفش تفصل ما بين المذاكرة واللعب، فالتليفون لازم يبقى بعيد عنك ومقفول، ده اول حاجة. متفقين؟ وحاجة اتعلمتها من الاوروبيين هنا عموما، ان وقت العمل يبقى عمل ووقت اللعب يبقى لعب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كتير جدا بشوف هنا هو ناس في الشغل معاه نمرة للشغل، وفي البيت خلاص بينفصل النمرة دي او في البيت، لو ايه اللي حصل هو خلاص وقت الشغل انتهى. فياريت انت كمان تسيستم امورك على كده لو عايز تنجح في حياتك بشكل عام. طيب ده كان اول حاجة، متفقين لحد كده؟ التليفون لازم يبقى مقفول في البداية لحد ما تعرف تسيطر على نفسك. اتنين، لو انت شخص ما بتحبش اصلا القعدة على المذاكرة تعمل ايه؟ لازم اولا تبتدي تشجع نفسك وتحفز نفسك بايه؟ انت مثلا تشوف انت بتحب ايه، تقول مثلا انا لو قعدت النهاردة ذاكرت ساعة كاملة بالأسس اللي هو من غير تليفون بتركيز بالكلام ده كله، هجيب لي نفسي حاجة انا بحبها. هقدر مثلا اخرج النهاردة مع زمايلي، وفعلا لو عملتها يعني اشكر نفسك بكده وحقق اللي انت اتفقت بيه بينك وبين نفسك. ولو ما عملتهاش ما تخرجش، ما تجيبش الحاجة اللي انت عايزها، ما تكافئش نفسك، اتعامل مع نفسك كأنها شخص قدامك. جميل. فأول حاجة لازم تحفز نفسك بشيء لحد ما تتعود على المذاكرة، وبعدين هتلاقي الشغف بتاعك رجع تاني، ده لو انت مبتقدرش تطلع المذاكرة أصلا. تمام. وخد السلم خطوة خطوة، دايما كله هيجي مع الوقت زي ما بنقول كده بالمصري، ايه سيب الرز يستوي. بلاش اللي هو الدب طخ، انا خلاص انا قررت مذاكرة، انا هقعد النهاردة ذاكر 8 ساعات. ليه؟ لانك انت مش هتقدر، ولو ما قدرتش بنسبة كبيرة جدا هتيأس ومش هتكمل. طب ليه؟ هتاخدها خطوة خطوة، زيك زي العربية. العربية اللي قاعدة مثلا مش شغالة بقالها سنة ولا اتنين، لما هترجع تشغلها لازم تمشي معاها خطوة خطوة، لازم تسخنها الأول وبعد كده تمشي الأولاني التاني التالت، هتلاقيها جابت معاك. لكن لو مسخنتهاش وهو بديت الخامس على طول، هتمشي معاك خطوة وممكن تعطل، ويا عالم هترجع تاني ولا لأ. فليه تحط نفسك في الموقف دوت؟ لا، امشي خطوة خطوة، الدنيا كلها هتبقى سهلة معاك. تمام. امتى بقى أحسن وقت تذاكر فيه؟ عن تجربتي انا الشخصية لما كنت في ثانوية عامة ولا ايام الامتحانات،
احسن وقت انا كنت بذاكر فيه بصحى الساعة 3 الفجر. انا عموما كانوا مسميني كان الخفاش، انا بحب اصحى بالليل وبنام الصبح. ليه؟ علشان انا بحب الهدوء والروقان. فاحسن وقت انا كنت بذاكر فيه بصحى الساعة 2 او 3 الفجر، اتشطف اصلي ركعتين، لو في اي حاجة سناكس بسيطة مع كوباية نسكافيه، اقعد ابتدي مذاكرة، اذاكر ساعتين، بعد كده اروح اجيب الفطار، افطر، ارجع اذاكر ساعتين ثلاثه كمان، بعد كده ابدا يومي. لو هروح مشوار، في درس، في حاجه ورايا، بعيش يومي عادي جدا. وبعد كده ارجع قبل ما بنام بقرا اللي انا ذاكرته في بدايه اليوم نص ساعه او ساعه. طب ليه؟ لان علماء كتير جدا قالوا لك ان الدماغ بتشتغل بنسبه كبيره جدا اول ما بتصحى من النوم، فالدماغ بتكون مركزة جدا، وقبل ما بتنام عقلك اللاواعي بيخزن أكبر كمية من المعلومات اللي انت قريتها. فانت صحيت مركز جدا، فذاكرت، فدماغك مركزة، قبل ما تنام عقلك اللاواعي خزن كمية المعلومات تاني، فبالتالي انت اللي انت ذاكرته بنسبة 90% هيفضل في عقلك. جميل. وبكده انت هتكون ذاكرت في اليوم حوالي 5 أو 6 ساعات، وبنسبة كبيرة جدا هتكون حفظت اللي انت ذاكرته وفهمته وبتركيز جدا. جميل. ودي فعلا جابت معايا نتيجة إيجابية جدا في الثانوية العامة وفي الكلية. أنا كنت دحيح بذاكر في اليوم حوالي 16 ساعة، بالذات الرياضة كنت بحب حاجة اسمها رياضة. كنت اقعد على كتاب كان اسمه كتاب لامي، لو انتوا لسه بتذاكروا منه مش عارف، كنت بقعد احل مثلا لمدة 16 أو 15 ساعة في اليوم. كان نفسي اخش هندسة عموما، فكنت بقعد اذاكر كمية كبيرة جدا. فاول ما دخلت الكلية شغفي خلاص راح، لان انا مثلا دخلت كلية مش الكلية اللي انا كان نفسي فيها، او واحد تاني مثلا خلاص اقتنع بقى ان هي الكلية كده كده دخلها فاكيد هيتخرج منها، واحد تالت ابتدى يشتغل، واحد رابع ابتدى يحس ان مثلا المواصلات مع المجهود مع مش عارف ايه فبيضيع وقت، فما بقاش في وقت ان هو يذاكر. في اسباب كتيرة جدا بتضيع الشغف. طب الاسباب كتير، ايه الحل يا محمود؟ انا هقول لك ايه الحل. زي ما قلت لك تذاكر أول ما تصحى وتراجع اللي ذاكرته بنص ساعة قبل ما تنام. جميل. تاني حاجة وقت المواصلات، أنا حققت حاجات كتير جدا في وقت المواصلات بالذات في اللغة. فلو أنت مثلا رايح الكلية، رايح مشوار، رايح أي حتة، وقت المواصلات دوت ما تضيعهوش في انك انت قاعد او تسمع اغاني، لا حاول تستغل وقت المواصلات دوت. انا كنت بصور الحاجة اللي انا عايز اذاكرها وبذاكرها في وقت المواصلات. طب انت ما بتحبش تذاكر مثلا عن طريق القراية في التليفون، تعمل ايه؟ تسجل اللي انت عايز تذاكره، مثلا لو هي حاجة حفظ، لو هي اي حاجة ممكن تسجلها بصوت واضح وهادي وبالراحة وتسمعها في المواصلات، فعقلك الباطن هيحفظ دوت بنسبة كبيرة. ليه؟ لأن انت اللي مسجله بنفسك وعمال تسمعه بصوتك، فهيساعدك كتير جدا في الحفظ. فبلاش نضيع وقت المواصلات في حاجات ملهاش لازمة يا شباب. جميل. كل دوت عشان نوصل للهدف اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو انت بقى عايز في الآخر عايز تسافر، عايز تشتغل في شركة انترناشونال، عايز مثلا في اسباب كتير جدا. في ناس انا كنت اعرفها عايز بس علشان لما يخش الجيش يخش سنة واحدة، او يخش ضابط، او يكمل ضباط متخصصين، او اي سبب، اي هدف ايا كان، مادام انت مقتنع بيه اعمله، حتى لو هو هايف في نظر الاشخاص اللي حواليك، ما يهمكش، دي حياتك انت وعيشها. حط لنفسك الهدف اللي هيديك الحافز، حتى لو الناس اللي حواليك شايفة تافه، ما دام هيديك الحافز انك انت تحقق النجاح دوت اعمله عشان توصل لهدفك انت. فدي حياتك انت، عيشها بطريقتك انت. واحد يقول لي طيب اذاكر ازاي يا حوده؟ هقول له فكرة المذاكرة ديت متغيرة. ليه؟ لان كل واحد وليه قدراته.
واحد بيقدر يذاكر بالورقة والقلم، في شخص تاني لأ أنا بقدر مثلا أذاكر عن طريق القراية، أنا أحب أقرأ ما أعرفش أقرأ، أفضل أكتب 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 أكتب. فديت الفكرة نسبية، أنت تقدر تذاكر عن طريق حاجة واحد تاني ما بيقدرش، فأنت تشوف أنت بتقدر تذاكر عن طريق إيه وبتحب إيه وإيه الأفضل بالنسبة لك وأعمله. وخليك فاكر دايما إن الدراسة عاملة زي وسيلة المواصلات، هي بتاخدك من نقطة بتوصلك لنقطة تانية، وزي ما قلت لك هي وسيلة ومش الغاية. وبرضه هرجع وأقول لك كل واحد وعلى حسب العربية اللي راكبها وعلى حسب طريقه. العربية هي إمكانياتك، طريقك هي الحالة اللي أنت موجود فيها، إذا كانت حالة بقى مادية معيشة، كل الأجواء اللي حواليك بتأثر فيك. فلو انت مثلا ماشي العربية مش قوية، او العربية مش محطوطة في مكانها المناسب، انت ماشي في صحراء وراكب عربية سبور فأكيد هتعطل. فانت برضو حاول تحط نفسك في حاجة انت بتحبها، ودايما اؤمن انك انت هتلاقي الصعوبات، هتلاقي طريق مدغدغ، هتلاقي العربية الكاوتش بتاعها فرقع، هتلاقي مثلا العربية عطلت منك، هتلاقي ان انت فقدت طريقك. اهم حاجة ما تيأس، اهم حاجة انك انت ترجع تاني، كل ده ممكن يأخرك فترة، ممكن يأخرك سنة، ولكن في النهاية توصل لهدفك اللي انت عايز تحققه. وإياك انك انت تيأس، انك انت تيأس خالص ديت معناها انك انت فقدت هدفك، انك انت خلاص عدلت في نص الطريق، لا لحقت الوقت اللي ضاع منك هنا ولا عرفت توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. فالأسباب كتير والمشاكل كتير، ولكن المهم انك انت توصل لهدفك بأقل الخسائر. وهي دي الحياة بشكل عام من وجهة نظري أنا، إن الحياة هتخسر ولكن حاول تخرج بأقل الخسائر. ممكن واحد يجي يقول لي يعني هم المتعلمين بس هم اللي ناجحين في حياتهم؟ هقول له لأ، في ناس كتير جدا زي ما قلت في بداية الفيديو مش متعلمة ولكن ناجحة في حياتها العملية، ولكن ده بيتوقف على حاجات كتير جدا، منها المجتمع زي ما قلت، العوامل البيئية اللي حواليك ساعات بتغصبك انك انت تسلك طريق انت مش عايزه. زي ما قلت لك مثلا في دولة تقول لك انت لو مش متعلم هتخش الجيش 3 سنين، فهتضيع من حياتك 3 سنين، طب ليه؟ فيقول لك لا انا كمل دراسة. في دولة مثلا ما بتشغلش واحد من غير شهادات، أو واحد من غير شهادات يبقى صعب يشتغل في شركات أو حاجات زي كده، لازم في دول كتير جدا كده. فأنت بتضطر تمشي على حسب الدول دي، ودوت للأسف هو ده العالم. أنت بتبتدي تتبع الناس اللي حواليك لحد ما تبقى واقف على أرض صلبة، وتعمل طريقك وتصنع هدفك وحلمك اللي انت عايز تحققه. فالخلاصة ان دي حياتك، شوف انت عايز تعيشها ازاي، مدام هتبقى سعيد بيها لانك انت هتعيشها مرة واحدة. ولكن نصيحتي ليك حاول دايما ما تغضبش ربنا، في ناس هدفها هي الفلوس وممكن تفقد قدامها اي شيء علشان تحققه، في ناس هدفها هو العلم عشان بس تبقى فخورة قدام الناس والمجتمع، وفي ناس هدفها ان هي ترضي ربنا وتبقى فخورة بنفسها قدام المجتمع. فانت شوف انت عايز تبقى ايه وحققه، ديت حياتك انت. ولكن نصيحتي ليك حاول دايما ما تغضبش ربنا لان الحياة قصيرة. فانت بتشوف النظام اللي حواليك ماشي ازاي عموما، وبتحاول انك انت تعاصره لحد ما تصنع وتسلك عالمك الخاص بك اللي انت هتبقى مبسوط فيه. وزي ما قلت لك اياك واليأس، فاليأس هيضيع حياتك ولا هتقدر تحقق اي هدف من اهدافك في الحياة. فبلاش تيأس لانك هتخسر كل شيء، دايما عافر، هتقع مرة وتقوم وتقع وتقوم، والانبياء ابتلوا، كل الناس بتبتلى، والحياة عموما هي مشقة وتعب. ما تفكرش انك انت هتستريح، ولكن انت بتسعى
انك تتعب في شيء انت بتحبه بس، يعني دي كل الخلاصة، انك انت تتعب في شيء انت حابه، حاجة نفسيتك فيها مرتاحة وانت تعبان فيها، مركز، هتفضل تعبان فيها. فلو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة لو لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا في الكومنتس تحت ايه المشاكل اللي بتواجهك في المذاكرة، لو انت طالب في دكتوراه، لو انت في كلية علوم، اي حاجة، وصديقك او واحد متخرج كان بيواجه نفس المشكلة ديت، عالجها ازاي؟ ياريت يخش على الكومنتس ويرد ان هو عالجها ازاي. فالمساعدة شيء كويس، ودايما افتكروا كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حب لأخيك كما تحب لنفسك. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. السلام عليكم يا شباب.